أروح. هي هي أروح ما تخافش أروح 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 أنا الحق اللي عند السيمور عند حق. خش خش نزل الباب نزل الباب هنا. إيه السي هاو السيمور عند حق. يروح يا أهلا أمي الأخضر مرحبا أخوي لاباس واش راك خويا مراد بخير الصحة اهلا بنتي انا خويا واش راك لاباس مليح الله يبارك الحمد لله هيا سلم على عمك هاي هاو مراد اللي حكيت لك لاباس هذا هو السي مراد اهلا وهذا خويا دهيمي الله يبارك حكيت لك عليه البارح باش يقعد معاك هنا يخدم هذا اللي قلت لك يخدم وماذا بيا تدريسيه ان شاء الله سي مراد لازم تدريسيه خاطر شويه مهولني خلاص كيف يدريسيني نخدم والله يتخدم وما مطول دريسهاش ايه انت باسكو لا ولا هجبتك انا راني وين نديها سي مراد وين نديه ما يخدمش وين نديه ما يخدمش خطره هارب لي منا خطره رايح لي منا يدير لي مشاكل مع واحد صاحبو هذاك اي غير المشاكل هنا الحاج كذا يدريسيني نشوف كاين غير الكلاب اي واش انا ندير الكلاب لا هجبتك انا بلاصه ما قعدت فيها يا سيدي هذا الملعقون برك هو هذا الملعقون برك ما يهدرش وانت تهدر ما احنا رانا ملعقون كيف كيما البشر كيما الحيوان اسمي انا يدريسيني كيما الكلاب يدريسيك يقول لك ارواح ارواح شو الكلب تاعو يقول لك وقف وقف انا ما خذرتلوش نقول له ارواحي روح نقول لك نوض ترقد روح تخدم ما كانش نجيبك هنا خاطر انت يا دهيم اخوي ما تستوعبش الامور ولا انا حتى يدريسيني هو انا نعرف نوقف وحدي نمشي وحدي ناكل وحدي هنايا بصح يدريسيك على طريقتي تعرف بلي راك مدريسي هم فين يجيبوا له كلاب هنا هاملين يعود يعاون مولاهم هذه مش طريقتك الحاجة راح تدريسيني كيما الكلب لا لا تخدم مش ندريسي كيما الكلب ماكش فاهم سي مراد فهمه فهمه روحوا لهيه هروح 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 قوموا بيك تشوف كلش هاي هذا ملعقون ملعقون تدريسيه مليح هروح صح صح هيا سيدي علي سيدي علي خدم شويه دير له هادو تسمع هادو ديرهم من الجهه هذه روح روح شوف هيا انا شوف اوكي شوف كيفاش يخدم سيدي علي اوب شفت تسمع سبحان الله شفت ما دير واسي هذا يسمع المولاه اوكي سيدي علي عاود ديرو تما طلعو تما عاود طلعو هيا صحيت اوكي تسمع حبسو قولوا صاف السي شفت كيفاه ما لعقونا السي مراد مدرب وانا قاعد نقول دهيمي راه داير لي واحد المشاكل في دار الغمه دوك انا كي يدرب لي ويولي مليح هنا يتربى مع الحيوان افهمني مليح دهيمي خويا انا دوك كي تخدم مع السي مراد هنا وتولي لاباس بيك حنا انا راه مهرجني يا مراد خويا والله غير مهرجني احنا نربو هنا نرجعو كالم الحاج انا جايبني انا الكلاب وجاي تقول لي تدرب فيا انا مع الحيوان ومع انا راك تشوف فيا حيوان انايا الحاشا ما قلناش حيوان دوك انا جبتك انا باه ندريسيك مليح بس كنت راك مال دريسي يا خويا دهيمي نقولك صح لا اله الا محمد رسول الله هاو السيد راهو يعرفني وصاحبي راك هبلتني يا صاحبي كل يوم خرجه كل يوم ديقة كل يوم منا او صاحبي يعني بنادم انا نعرف لا حتى انت تدريسيني انا نوض وحدي نرقد وحدي ناكل وحدي نشرب وحدي نمشي وحدي انا مش محتاج انا تدريسيني انا جيستومو هذه اللي نحيها لك راك هامل وحدك ما تعرف تاكل وحدك ما تعرف تشرب وحدك ما والو هنا كي تجي تتعلم باللي كي تتربى مع الحيوان هنا هذا كلب ملعقون زعما اللي يقولوا ماهوش حاكم روح وانت ما لقيت معاه من تدريسيني مع كلب اذا كان ماكش خايف لاش نخاف واش نخاف ماكش خايف انا من بعد النتيجه اني نولي نعض راك تعض فيا ديريكت ولا كش مبقى ولا راك ما خليت لي ولا عضيت لي جيبي عضيت لي الناس انا جايبك هنا باه تولي ما تعضش فهمت ولا تولي كالم فوالا باه تولي كالم كي شد السيد مدرب ويقول له اوقف يوقف انا في الدار نقول لك اسقشك ما تعرفش قشك ما تفهمنيش كذا جيت انا قلت له هيا روح دانك شو ها دانك شو ها جيبوا عاود رجعوا اوكي سميتو هاي سيدي ها هاي جيبوا عندي لنا جيبوا عندي لنا جيبوا عندي بعد بيكا هسي جيسي بيكا قولوا هسي قولوا كوشي كوشي شفت قولوا هسي هسي ها قولوا والله يدهيمي غير نقول له ارقد ما يرقد قولي رمبي قولي رمبي ها قولي رمبي شوف سبحان الله شوف ها هسي ها قولوا في ها هكذا يعلموك دهيمي تاكي. تولي تقول له روح يروح امشي فيلو بو إيه. ها لا حول تلحق كي يهضر معاك دير هكذا اي فرق بين ذوك اما خير بن عماره والله هذا جوستومو من انت يا ولي تجيبني انا كون جبت بن عماره اللي راه يفالس نهار كامل وهو يقمر وكان راه ولا كيما الكلب هذا بن عماره راه واحد جارنا يا مراد اخي شوف قمارجي
ودعاوي الشر حاشاك ومنتن والديه ويجي دبدب لي في الطفل خويا، ولكن هذا ثاني الشيطان اكثر منه. تقول بن عماره والله هذا راه اكثر من عماره. هو اللي علم له ميزي، هذا اللي علم له الافكار. ما شوف صاحبتك انت عندك خوك كيما هذا ما يخدم ما يندب قاعد في الدار ويحرق. الله عايشك يا مراد نسخشيك. هذا المال حيوان هذا قديه ياكل من خطره مره ويحبس ويحبس مره واحده. وانت قديه تاكل من خطره؟ هذا عنده الفطور وبعد الفطور وقبل الفطور وعنده العشاء وتعي الليل كينوض زعما كينوض يهترف ولا حاجه ياكل. يا ودي خلاني يا الحاج والله غرب بيا عندك كروكوديل الظلم. يا ودي اكثر من الكروكوديل بعد الشر. يا الحاج على المشاكل هذه دوكا انت كل راك جايبها وراك مررت لي معيشتي. يا الحاج خاصك غير تروح تدخل التلفزيون تهضر في الناس، راه السي في تاعي كامل ولاو يعرفوا بلي هاني واش راني ندير، ما نخدمش راني ناكل. وختمت هذه بيان جايبني للحديقه تاع الكلاب باش نولي كلب. فهمني حاجه، كذبت عليك انا؟ ما كذبتش بس عليه. لازم هذا يعرف بلي راني انا ناكل ولا نرقد ولا ما نخدمش. حتى خويا ابن ما اسمح لي يا سيدي، الكلب وفي. ايه انا وافي. انت وافي، انت ماكش صافي، كنت توافي مليح. انت وافي انا علاه كي نقول لك واحد تخدم ما تخدمش؟ يا انا نخدمه يعني انت خدمت واش ربحت؟ واش ديت انت كي خدمت؟ هاني قاعد مع خويا ابن ما، وزيد راه وصاك الشيخ ابوي قال لك انت الله فيه ديرو في جناحك. هاني في جناحك، لا نخدمه كامل. هذا الجناح اللي كسرتو لي لا اله الا الله، ما عندوش الخوا يعاونوا بعضهم يتماسوا بعضهم. انا جبتك سي مراد باه تخدم. انا جاتني فكره في راسي قلت ليك هنا اللي تتربع. باسكو علاه الحيوان كما يقولوا عليه اجريسيف ويقولوا كلب واعر حاجه السامعين وكذا وكذا وكذا، وما فهمش كيفاش يقولوا حاجه السامعين. ليه يقولوا كلب حاجه السامعين؟ يا ودي حاجه كلب راه ما فهمش مربي اليف. انا خفت قلت لا غدوه نربيه نخاف منه هذا. على الاقل لو كان ربي كلب لو كان نعمه يقودني. هذا والله ما يقودني غير يقضي طيش مني في ود يرميني في ود. يا الحاج دائما الكلب يبقى كلب، والشعر يقول الكلب كلب ولو طوقته ذهب. صحيح يا يبقى كلب. انا راح نسقسيكم واش انا شحال راح نقعد انا في مع الكلاب هذا؟ اي تقعد لي من اللي كتب ربي خديمه مع السيمور. يا نعم شهر شهرين تجهر شهر شهرين نجيك نمبح. يعني انا نمبح ماك شايفني نهار كامل؟ هاد هيمي وراك هاد هيمي يروح خصني غير نبيع قسيم غير نوض لك 12 تاع الليل ونعوق كيما شيالو. روح روح طلع شوف تطلع انت الدرجه طلع قول له يطلع. ها شوف ترش ريح تما قول له يحبس تما طاب وجاي حق ربي غير في الشخشطه قاعد. فهمني يا سي مراد انت كي يعود عندك خوك كيما هذا الخو هذا خاطر هو يشكي دائما فيا يقول لي انت قبيح وتعيط عليا وتجري عقابي. الرحمه على والديك انا كون ما جاش خويا كيما نرعاش انا بخويا. انت طفيله بنتك اخي ترعى بها تمشي بها كون يكرهك ما يجيبكش لها. صحيت لو كان انا خويا باغيه يولي انسان انا لا عياني. انا كون لقيته ساجي ويخدم ولاباس عليه وانا يزيد عليا ينقص عليا. او نعمه نعمه. انا ماذا بيا هذا يا الكليب هذا عندي في الدار ولا انت؟ كذبش عليك. لا 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 ما عندوش خير دوك يا الكلب يا انت. انا حكت للصح دوك راه عندي العمر راسي والله خلاص. هذا انا نربي كلب وما نربيكش انت. كلب ياكل خطره واحده نقول له نوضي نوض، نقول له امشي امشي. تم ربي خويا يعض فيا ياكل فيا والله غير بزاف. هذا دايما خويا هذه منك الحال والله غير ياسر عيفني. انا علاش جبتك هنا باه المهنه؟ لو تستطيع انت يا على شهرين ثلاثه تقدر تعود تدريسي كلب من الكلاب هذو صاي المشاكل خطاوك انت. ما تروحش ما تروحش الحاجه العوجه ما تروحش. انا لكان يعني تعلمت ودربت وليت ندريسي الكلاب قاسم غير يجي النهار وندريسيك كيما دريسيتني. معليش يا سيدي ادريسيهم ودريسيني. يا اخي هاو سي مراد قاري وفهم قال لك باللي هذو الكلاب يديروا كي شغل نوع من سميتها قلتها لك به مالينوا. مالينوا هذا مالينوا وهذا مايوا هذا موش الوي هذا مالينوا شغل انتيليجون. هذا موش مالينوا هذا راه ماليتوا يتني انا بن عمي. هاو المالينوا هاو الماليتوا. ما على بالنا منين جاوك الافكار والحاج كنت لاباس هاني عليك حتى نشوف شكون اللي سرب لك هذا السوق الجديد هذا تاع الكلاب. هروع ندو اللي ندخلوا فيه هذيك. هروع هروع ها شوف 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 اجيبوا شوف تدري شوف الطاعة شوف الطاعة شوف الطاعة شوف الاحترام شوف الله يبارك. دوميتور ها شوف دوميتور دوميتور. يا وانت راني قد هيمي راني راك ما تطيعنيش انت راك ما تطيعنيش. هنا تتعلم ولا لا مرض هنا يولي داي تولي صاج كيما احنا يولي صاج يولي كلش دب. انا راح نسقسيك برك. هروع تفضل. قلت لي الكلب هذا ياكل مرة واحدة صحيت واش ياكل انا خوك؟ نطلب من الدجاج، نطلب من الكبده، نطلب من الحوت. ها؟
سما يعني الروفا تاعو هكذاك شحال مقيومه هكذا؟ 500 الف برجول. 500 الف؟ شفت يعني انا كل واحد العشر مرات عند الحاج ماهيش مقيومه ب 50 الف. هاي ساعه يجيب لي زروديه، ساعه راس تاع فلفل، ساعه لثه، ساعه شويه هذيك جلده، وانا انا نقبل. اني نقبل. بصح سامحني سيدي هميد على حسب المشاكل اللي يقول لي عليهم تاعك. ايه ما تستاش حتى ما كانش يا وداير مشاكل كبار يا تهيمي. فهمني فهمني، شوف هو كي تدير له فكره يخرج لك الفكره، باه يتهرب من المسؤوليه. انا فهمتك، هنا كي تجي ها ديروا ينقص. ها شوف شوف ابن عمي انا شفته ينقص صور قدس خط ينقص. شو كيولي شو كيولي ها شو يولي كيولي شوف شوف ايه ها ونكز ها ودخل في البتيه هذوك. انا هذو نديرهم كامل. ايه انا يضمن لي 500 الف تاع ماكله، تاع الكبده والكروفات وهذو كامل. وخلصني حق ما نقعد هنا وراني قاعد. سما باه تدخل في البتيه وتنطريني عن بالك انت راح تنطريني، يا ويجيبوك تنطريني الكلاب، ماهوش انت تولي كلب وتنقص، هكذا سافي يديرها ودائما هكذا هكذا تزيد تغلى اكثر. انا اللي نولي نعلم الكلب. يا حسره كذا ضربها في زوج. 500 هذيك ضربها في زوج تولي مليون. اي في النهار. اي قسم ماني متحرك لك انا يا شوف، ولاني ما ندخل لك كل في بتيه. انا سلكني اعطيني هذيك 500 شوف البتيه هذه انا ما درتهاش انا ونجري بها ونصوت لك على الصور. مانيش انا. سي مراد والله غير اسمح لي، انا راني غلطت في حسابي. انا اسمح لي حشمتك برك وبهدلتك. هذا الطفل ما يدري سا ما يتسقم، راح يقعد هكذا على مدار الحياه تاعو. انا جبته هنا باش يتربى ويولي يعرف ما العقون. دوك انا نديه بالهم تاعي والعشيه نتلاقاو في القهوه كيما خليتك. امشي امشي قدامي، اقسم لك بالله ماني طالقك وموش هو اللي يدريسك، انا اللي ندريسك باسكو نعرف الدريساج تاعك كيفاه ماري. اسمح لي السي مراد، هي بقى على خير. اسمح لي يا وليدي اسمح لي، انا اللي ندريسك.